هذه الرحمة المهداة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الدين الذي هو دين الرحمة، هذا القانون الذي هو قانون الرحمة، ما هي وظيفتنا تجاهها؟ نذكر عدة وظائف. الوظيفة الأولى العرض. العرض له شعبتان، عرض النظرية أولا، وعرض التطبيق ثانيا، الواقع العملي. النظرية الإسلامية مو معروضة، الناس لا يعرفونها. إذا عرضت هذه النظرية، إذا عرضت الرحمة الإسلامية في التطبيق، في القانون، في التشريع، في التنفيذ نظريا وعمليا، حقيقة في الإسلام أكو دقائق عجيبة. النبي صلى الله عليه وآله، القانون الإسلامي مو رحمة للإنسان فقط، رحمة للحيوان أيضا. وإذا تراجعون كتب الروايات، روايات عجيبة أكو في هذا الحق، اللي بعض هذه المفردات، مفردات الرحمة، البشر إلى الآن لم يصل إليها.